نيسان اكس تريل الاس يو في الرائع اللي مش لاول مره عم بيكون باوتو فوكس، اكيد رح ندور عليه اليوم بحلقتنا مع تفاصيل اضافيه، خليكم معنا. دائما لما نحكي نيسان من ريمكو بكون معنا مس بترا معروف. هاي بترا. هاي جورج. اكس تريل مش اول مره اكيد مثل ما ذكرنا بكون معنا باوتو فوكس، بس اكيد في بضل في قصص زياده نحكيها عن هالاس يو في الرائع اللي عليه كثير طلب اليوم بلبنان. شو السبب قد عم بيكون مطلوب هالاس يو في؟ لانه فيها كل المتطلبات اللي بيطلبها كل زبون، هلا رح نحكي اكثر عنها بالتفاصيل. بدي برجع اذكر انه نحن عم نحكي عن الاكس تريل الاجدد لوك لها، هي سياره منها ابدا جديده بالسوق، موجوده من سنه 2000 وهيدي ثيرد جينيريشن لها، سياره كامله المواصفات. رح نفوت اكثر انتو ديتيلز خاصه مع الاوفرز اللي نحن عاملينهم عليها، بس اكيد الطراز الجديد عامل ضجه كبيره بالسوق لانه الشكل اختلف بشكل كثير كثير كبير عن الطراز السابق. على كل حال بدايه نستعرض سوا هالديزاين الحلو للاكسترا الجديد. بترا بما انه صارت السياره الى جنبنا من الناحيه الخلفيه، عم نحكي عن شكل رائع من ورا كمان على المصابيح وهال المسلز على السياره وين ما كان. صح، صارت مور ماسكولر السياره، كثير اختلفت عن قبل، يعني طلعوا من البوكسي اس يو في صاروا اكثر كيرفي، عطت اكثر مودرن لوكسيوز مثل ما عم بتلاحظ. عندك ويفي السياره من قدام ومن ورا كثير اتراكتيف، فرونت اند رير فاشيا. بنشوف اول شيء عندك البروفيل تبعها اللي عاطي هيك سبورتي لوك مودرن بنفس الوقت، الالوي ويز اللي عطينا وقفه كثير حلوه للسياره، اكيد هي موجودين بقياسين، عندك 17 و 18 انش حسب الطلب تبع الكاستمرز. عندنا روف ريز كمان على السقف، روف ريز بالكرام، عندك الكرام الموجودين على البواب اللي بيعطوا السياره كثير شيك واتراكتيف وشاين يعني بعيد. كمان الحجم اختلف، صارت اكبر حجما الاكس تريل الجديده من الطراز السابق. ولا بدنا نستعرض الكومباكت بنفس الوقت لانه لفرقة لبنان هيدا الشيب اللي نحن عايزينه، بس عم بحكي اكبر كنشوفه يعني فيجوال، لازم نشوفه على طريق بين كحجم اجريسيف اكثر. اجريسيف اكثر بنشوف الفرونت جريل تبعه، مزبوط، عندك فرونت جريل فيري اجريسيف مع الفي سيجنتشر اللي هي سيجنتشر تبع نيسان اللي بتعطيها اللوك اللي كثير حلو، بنفس الوقت بتساعدها كثير لحتى تكون عم تنساق بالهواء السياره بدون ما تخفف من سرعتها. فوق لايتس كمان، والجريل اللي بتحكي عنه كمان عم تشاهد تعطيها الكرام على السياره، اشارات على المرايات مع الليد لايت. فعلا شكل قد ما نحكي عنه، على كل حال الزبونات للاكس تريل هن لحالهم صاروا بيحكوا عن السياره وعم تنطلب اكثر واكثر بتصور. صح، اليوم من ورا التجربه القديمه، من ورا التجربه القديمه. صحيح، بعد فتره رح اتابع معك ونحكي هلا نشوف الداخل تبع هالاكس تريل. نحن بداخل الاكس تريل الجديد، مواصفات اكثر من رائعه، السياره كثير لوكس من جوا غير الشكل الرائع اللي شفتيه من برا، كمان الديزاين كثير حلو من جوا. بترا اول شيء جورج لاحظت القعده تبع السياره قدام مريحه. صح، السيتس تبع الاكس تريل صمموا بطريقه يخففوا الفتيغ هو والدرايفر عم بيسوق، خاصه على المشاوير كثير طويله، وبنفس الوقت لحتى يكون دائما واعي وقادر يسيطر على السياره. بلبنان المشوار القصير بيصير طويل من ورا عجله السير، السياره كثير مريحه والحل اساسي باليابان. عم نشوف ستيرنج ويل اكتف، ستيرنج ويل عليها كل الاوبشنز اللي بعوزها الدرايفر لحتى يضل بنفس الوقت عم بيستمتع بالسياره تبعه ومركز على السواقه، من بلوتوث لاوديو كنترول وكروز كنترول وستارت ستوب انجن كمان. ستارت ستوب انجن كمان بتهين الحياه اليوميه تبعنا. عندك الستيرنج ويل مخلط مخيط بالجلد، عندنا الداشبورد تبع السياره اللي كثير بتفاجئك قد ايه هي لكسيوز من جوا. عندك السكرين تبعها مع الرير كاميرا، اكيد في عندنا اليو اس بي الاوكسيلري، عندنا الكيبترونيك بالسياره مع السويتش الفور ويل درايف، في كذا جريد. كراسي كهرباء اكيد عم نحكي كمان. صح، عندك كراسي كهرباء، عندك مانيوال حسب التشويس تبع الكاستمرز، عندك الجلد، عندك فتحه سقف مع رير كاميرا مثل ما قلنا حسب الجريد اللي انت بتكون عم بتنقيها. والسياره اللي بيميزها موجوده بتو اوبشنز اذا بدك، في عندنا الفايف سيتس وفي 7 سيتس بالاكس تريل، مثل ما عم نشوف كثير واسعه من ورا. صحيح، 7 سيتس للي بيعوز يكون عنده 7 سيتس، بس بتضل محافظه على الكومباكت سايز تبعها، بتضل كومباكت اس يو في مع 7 سيتس عند الحاجه. اذا ما حكينا مطولا عن داخل بنرجع نحكي هلا بيرفورمانس نيسان اكس تريل.
نستعرض سوا مره جديده هالشكل الخلفي الحلو كثير لهالاكس تريل. وبترا هلا صار وقت نحكي بيرفورمانس، خبرينا قوه المحرك كم سيلاندر وغيرها. السيارة بتجي 4 سيلاند 2.5 لتر مع 188 هورس باور، سيارة كثير قوية، مصروف بنزين كثير حلو، اللي بيساعدها سي في تي هو الادفانس تكنولوجي اللي مستعملينها نيسان على هيدي السيارة. أوكي. اللي بتساعد على مصروف بنزين كثير حلو، سواقة مريحة كثير وبتر بيرفورمانس للسيارة. دونك عم بتكون 7 سبيد تيبترونيك السيارة، اي بي اس كمان، اي بي كمان موجودة، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، في دي سي، كل السيفتي شيلد مطلوبين على كل سيارة موجودين فيها للاكس تريل، مع اثنين ايرباكس اكيد، وفي كمان اكثر من هيك حسب الجريد مثل العادة. مواصفات عالمية بهالسيارة، الفولي لودد شكلا، مضمونا، ومن ناحية المحرك ايضا سرعتها يابانية 100% كمان، وكمان نذكر 100% يابانية اكيد. الاكس تريل من نيسان. هلا صار الوقت نشوف الديل، نعرف تقريبا ستارتنج برايس تبع السياره. بترا كنت عم تحكي من شوي عن طراز الفولي لودد والطراز العادي حسب الزبون، اكيد شو بيرغب يشتري اي طراز. خبرينا اليوم ستارتنج برايس للاكس تريل. عاملين اوفر كثير حلو على الاكس تريل، ستارتنج برايس عم بيكون 26900 قبل التفاقة والتسجيل. كثير منيح، كثير منيح. نزل سعر السياره، موجوده بي تو ويل وفور ويل درايف، 5 سيت و7 سيت مثل ما اوريدي حكينا. اكيد سياره مكفوله على 4 سنين او 100000 كيلومتر، اللي بتسبق عشان دائما المينتنس تكون معموله عندنا بجراج الشركه. نحن موجودين بالفرع الرئيسي شياح، وموجودين بفيردان، وموجودين بطبيه، بلس الديلرز اللي موزعين على كل الاراضي اللبنانيه تبعنا. شكرا بترا. اذا حدا بيحصل على السياره في منا اليوم ولا بده ينطر؟ موجوده موجود بكل الالوان. أوكي. كل الجريدز، وعندنا تست درايف كمان افيلبل بالشوروم، بس عليكم تاخذوا موعد من عنا على الارقام اللي عم بتبين، ونحن وانا والسيلز تيم كلنا موجودين بكل الفروع لنجربها سوا. شكرا لك مره جديده، اكيد مشاهدينا تابعونا هالاسبوع مع ريبكو ويك. الى اللقاء.